انا الجندي الورياشي سعيد الرقم 10689 السريه الرابعه 1025 تحت امركم العام سيدي. اللجنه اللي خرجت معايا هنايا انا كنهضر على شي الارض ديالنا الدوهليه شي الناس في العروي. كنشكر هاد الناس اللي خرجوا معايا هنا هاد التقنيين صحاب الجريده اللي خرجوا معايا وصحاب الفيديو كنشكرهم بزاف. كنشكر المدير ديالهم بزاف ساق الاخبار صيفط لعندي قال لي طلع لعندي هنايا لان هاد الناس عيت معاهم في الناظور عيت معاهم هنا في الرباط ما خليت ما درت الاملاك ديالنا كنمشيو لعندو كيجريو علينا من تما كيقولوا ما عندكم هنا والو. حنا نعم سيدي بالوثائق ديالنا وهما عندهم الوثائق مزورين كلشي الحجه راهم عندي هنايا ماشي غير كنهضر معاكم في المواها لا بالوثائق بكلشي. الناس الورثة راهم كيسكنوا مساكين في البيوت ديال الزنك لو كان تمشيو تشوفهم فين كيسكنوا المعيشة ديالهم ما تاكلوش الخبز ديالهم ولكن الله تعالى عاوني انا مشيت معاهم لقيتهم ما يقدروش مساكين ينوضوا ما عندهم مغلب عليهم الزمان قلتهم انا اللي غادي ندافع عليكم الله تعالى كيعاونني وكنمشي نعم سيدي كنمشي للمحاكم كنقول لهم الارض ديالنا بالوثائق ديالنا عندي الحكم ديالي ابتدائي هو عندي هنا غادي نوريه لكم دابا عندي الحكم ديالي استئناف هو عندي هنايا عندي التنفيذ نفذت عليه المحكمه باش يوقف ما بغاش يوقف لان السيد لاباس عليه انا بوبري عندي خمسه الدراري كنخدم عليهم ما نقدرش انا لهاد الناس هادو ناضو شي الناس من الورثه ديالنا كيورثوا غير شي شويه من حناهم ناضو داروا الملكيه مزوره وباعوا الارض ديالنا للشركه منين مشيت انا كالمحكمه باش ندعيهم المحامي كيقول لي تعطيني الفلوس انا بوبري ما عنديش الناس كينوضوا الناس غير هكا كيديبانيوني كيعاوني كنسلف كيعاونوني كندير المحامي باش ندافع على راسي وعلى الورثه وعلى الارض ديال جدودي. النهار اللي بغانا سيدنا جلاله الملك الحسن الثاني في 79 كان بروزاريو المغرب ما مزيانينش صيفطوا لي الاستدعاء مشيت كنجري نعم سيدي لوجده مشيت للقشله دوزت لارمي بقينا كنعسو تما كنعسو على الراموس العونيه الشراقه ما خليت بلاصه في وجده فين ما عسينا بالليل هادو كينعسو وحنا كنعسو عليهم كنحيدو عليهم العدو. كنطلب من جلاله الملك الحسن الثاني محمد السادس يعاونني عند هاد الناس هادو انا ما نقدرهمش انا بوبري عندي الدراري غلب عليا الزمان الخدمه مره كنخدم مره ما كنخدمش المصاريف راه صعيب شويه. ايوا كنشكر هاد الناس اللي خرجوا معايا مساكين هنايا ساقوا الخبار صيفطوا عندي قالوا لي طلع عندنا نعاونوك حنايا راه سيدنا دارنا لهذا الشيء راه جيت لعندهم داروا معايا المجهودات ديالهم الله يكثر خير ديال المدير ديالهم المدير ديالهم صيفط عندي حتى الناظور قال له قول سيدي طلع عندي جيب الوثائق ديالهم منين طلعت لعنده اليوم شاف الوثائق ديالي القاهم صحيح راه عندي الملكيه ديال جدي الملكيه ديال جدي عم سيدي شوفوا هنا مزيان الملكيه ديالنا ديال جدودنا راه من الجد لجدها الملكيه من الجد لجدها هي السلطان الملك الاول في المغرب بالقانون ديالها مقيده في الكناج في الدريوش مقيده في تطوان دارها جدي بالقانون. هاد الناس ناضوا داروا واحد الملكيه مزوره عاود نوريها لكم ها هي باش باعوا للشركه راه هذيك الفوقانيه ها الملكيه اللي داروا باش باعوا للشركه هاد الملكيه داروا واحد خوهم سميتو الدهري محمد وشكون اللي شهد معاه هنايا في هاد الملكيه تسعه ديال الخوت احنا ما عندناش هاد الشيء في المغرب واخا ولد عمو ما عنده الحق يشهد معاه هما تسعه ديال الخوت اللي شهدوا هنايا مع خوهم هما هنايا النص كيدير الدهري الدهري النص كيدير ابو سكريتي ابو سكريتي. هذه الملكيه كان خباوها في الدريوش في المحكمه ما بغاوش يدخلوها للمحكمه مشيت عند المحامي قلت له تجيبني واحد الحاجه باش باعوا هاد الارض ديالنا واشنو خرج ليا من تما من المحكمه خرج ليا عقد البيع ها هو عقد البيع ها هو نعم سيدي داروا فيه التزوير ها قلت لكم كما قلت لكم قبيله الحكم ديال الابتدائيه ها هو اللي صالح لينا. النهار اللي درت الدعوه في المحكمه كان ما عنده لا الملكيه لا عقد البيع دعيتو للمحكمه عاد بقى ناض مشى عند هاد الناس من الورثه ديالنا تفاهم معاهم لان اصحابه كيمشي عندهم الدار كيجيو عنده الدار تفاهم معاهم كيقول له ديروا لي الملكيه نعطيكم اللي بغيت.
نظن ما نعرفش شحال عطاهم ديال الفلوس باش داروا هذيك الملكيه مصوره فيها 9 الخوت شهدوا مع اخوهم، هذه ما كايناش كاع في المغرب ما تكونش. ومن بعد استنف عند الاستئناف، استنف عند الاستئناف، ها هو عاود حكمت عليها انا لصالح ليا الاستئناف. من بعد الاستئناف حكمت عليها بالتنفيذ 300 فرانك كل يوم، حكمت عليه غادي يوقف وكتطلع عليها، قال له إما توقف راه كتطلع عليك هنا 300 فرانك في النهار. هو كاع ما ردش الخبار. حنا كنمشيو للمحكمة، كنمشيو للمحكمة غير ندخلوا هكا المحكمة يعقلونا كيجريو علينا، كيقول لك أنت خرج برا، أش بغيت؟ أنت كتصدعنا كل يوم كتجي تصدعنا، أنا كنقلب على الحق ديالي. أنا كان والو ما كيعطيوناش الوقت كاع. أنا هذا سيدي مول الشركة عند الناس اللي باعوا له، مشى عندهم للدار قال لهم السيدة راه عنده الملكية جدية، أنتم درتوا لي الملكية مزورة. سير شوف كيفاش ديروا مع السيد تفاهموا معاه. جاوا عندي للدار كيقولوا لي أعطينا ذاك الملكية اللي عندك غادي تدي معنا النص. إيوا أنت شوف هما كيسالوا غير شي شوية، حنا اللي السجارة ما حسبوش علينا. هما اللي ولاد السجارة لأنهم كيورثوا غير شي شوية بحناهم. حنا بجدنا حنا اللي السجارة نيشان. السجارة كيجيو عندي كيقولوا يعطينا الملكية، كنقول لهم لا الملكية راني دفعتها للمحكمة ما عنديش، سيروا المحكمة دابا. ناضوا دعوني دعوني ذاك الناس اللي نعم سيدي باعوا الشركة، منين دعوني ناضت المحكمة قالوا لي دير المحامي. أنا غير شفت واخا هكاك واخا نبيع واخا نبيع اللي عندي غندير المحامي. ناض دعوني جبد جبد جبد، حكمت عليهم أنا على ذاك الناس، ها هي الحكم ديالهم، ها ذاك الناس اللي باعوا الشركة حكمت عليهم أنا. ها استلفوا عند الاستئناف عاود لصالح ليا، ها هو جميع الوثائق لصالح ليا. و انا كنطلب من سيدنا غادي يعاونني عند هاد الناس، انا ما نقبلهمش لان هادو مجهدين عليا، انا بوبري من الناظور عندهم الفلوس، انا جميع البيبان كنمشي نحلهم كنلقاهم بالعين عليا. صافي دابا غادي نهز يدي، هزيت يدي دابا ريحت في الدار، صافي ما نقدر ما عندي ما ندير. كنطلب سيدنا نعم سيدي غادي يعاوني عند هاد الناس، كنطلب هذا التقنيين اللي خرجوا معنا هنا، كنطلب المدير ديال الجريده الصبحيه اذاعه الاصوات، كنشكرها كنشكر هاد الناس اللي خرجوا معاها. الناس قالوا لي سير عندهم هاد الناس راه معقولين، راه هادو هما اللي غادي يحلوا لك المشكله ديالك. دابا اليوم راني جيت لعندهم ريحت معاهم، فهموني شافوا الوثائق ديالي كل شيء، لقوا عندي كل شيء مريقل، هما عندهم كل شيء مزور. هذا الشيء نعم سيدي ما كانش عندنا في المغرب، باش يدير الملكيه بنادم 9 الخوت يشهدوا معاه راه غيكون مشاكل كبار في المغرب. هذا الشيء اللي كيديروا هاد الناس راه هادو اللي كيدخلوا المشاكل في الدوله، 9 ديال الخوت، لان اي بنادم عنده الخوت يمشي يدي الاملاك ديال الناس. هذا الشيء لا خص نحاربوه، هذا الشيء نحاربوه، نطبقوا القانون. عندك شي الوثائق صحيح جيبهم، ما عندك اخرج ليه ويتعاقب على هذاك الشيء. كنطلب من الله والملك وسيدنا غادي يعاونني عند هاد الناس، انا هاد الناس مجهدين عليا. الله يكثر خيره ديال المدير ديال هذا الجريده، صاحب الجريده وصاحب الفيديو محمد العيداني، كنشكرو بزاف. الناس كيهضروا عليه في الناظور قالوا لي طلع عند هذا المدير، راه راجل معقول وراجل راجل كيعاون البوبريين، هو كيعاون البوبريين وكيمشي مع الحق. احنا مغربيين، احنا يحيى الملك بغانا سيدنا فوقاش ما بغانا مرحبا به، نمشيو حنايا ولادنا بكل شيء نمشيو معاه، نموتوا على بلادنا. راه قال لك الموت على المراه ولا على الارض، وهذه هي دابا اللي انا فيها، انا نموت على الارض ديالي. كنطلب منكم تردوها ليا، كنمشي للارض ديالي كيبلعوا عليا البيبان، كيجريو عليا كيقولوا لي ما عندك والو هنا، حنا الاملاك ديالنا راه من الجد الجد الجد، ما نعرف شحال من الجد اللي صرف فيها في هذه البلاد وكلينا بها الخير والبركه. والمالك ما بقى الا الله والوطن والمالك. يحيى الملك يحيى. انا غادي نقول لكم واحد الحاجه عاود، انا بقاو في الناظور كيطلعوني هودوني طلعوني هودوني 24 مقابله اللي داروا لي في الناظور في المحكمه ديال الابتدائيه، حتى فهموني الناس قالوا لي غير عندك شي حاجه برا خرج برا. انا بقيت كنسول يلاه يلاه، تلاقيت مع شي الناس قلت لهم انا كنت في العسكر، ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش، قالوا لي سير عند لاله مريم. مشيت عند لاله مريم درت الشكايه، ها هي عندها تما الشكايه ديالها اللي درت عند لاله مريم، راها عندها تما محطوطه، ولكن هي ردت عليا الجواب الكورونين ديال الجدارميه ديال الناظور، ها هي عنده عاود محطوطه تما عند كورونين الوثائق اللي صفت لاله مريم.
كان كتمشي معايا واحد لا سوسياليست كتسيفتها لالا مريم كتكون مع كورونيل كتعاون العسكر، هي اللي كتمشي معايا عند الوكيل الملك كتوري الوثائق. ما فاتش 15 يوم عطاوني الحكم، استانف عند الاستئناف رجعت انا عند كورونيل، قالوا لي غادي نتبعوا لمو حتى لتما حتى الاستئناف الى الارض ديال با يجيب الوثائق. تبعت مشيت عند كورونيل، مشيت معايا ذاك لي سوسياليست اللي كتسيف لالا مريم كتعاون العسكر، مشيت معايا عند الوكيل العام، مشات بالوثائق بكل شيء وريتهم الوثائق. 15 يوم عاود دخلوها للمداوله، حكمات عليها عاود. هذا الشيء اللي كنطلب منكم، كنطلب من سيدنا يعاونني عند هاد الناس، الله ينصرو، الله يعاونو، الله يبعد عليه ولاد الحرام، الله يطلع الرايه ديال المغرب. حنا المغرب ديالنا عزيز علينا، المغرب بغينا نعيشوا في المغرب ونموتوا في المغرب. انا مشيت حتى لاسبانيا ولكن لقيت المغرب ديالنا فيه المعيشه احسن من برا. المعيشه اللي عندنا في المغرب كلشي شايط هنا في السواق، اللي عندك تسوق تقضى على ولادك. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر، الله يعطي، الله يبعد على اولاد الحرام على المدير ديال هذا الناس اللي جاوا معايا هنايا.